بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الذين يدخلون المسجد متأخرين قد يقع بعضهم في خطأ، فبعد رجوعي للشيخ معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء والشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فنبين في هذه الحالة لما يكون الإمام راكع، لما يكون الإمام راكع انظر إلى الخطأ، فبعضهم يدخل بالركوع كذا يكبر من غير، قد تكون من الحرص بنية الركوع لا يصح، فإذا كبر بنية الركوع. اثنين من الأخطاء أن يكبر ينويها الإحرام وهو بهذه الطريقة، وتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون مستتب لها قائم. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إذا جاء المصلي والإمام راكع ففي هذه الحالة يكبر تكبيرتين، الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم الله أكبر تكبيرة الركوع. طيب الوقت ضيق، لو قال الله أكبر الله رفع الإمام ولا لا يا أخوان، ها؟ يكبر تكبيرة واحدة بنية الركوع، يقول الشيخ بنية الإحرام، انتبه، يقول الشيخ الإعلام محمد بن عثيمين كما في فتاوى أركان الإسلام: يكبر تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع. فإذا جاء الإمام راكع بهذا الطريق يقول الله أكبر مستتب قائم، ما يكبر كذا، مستتب قائم، الله أكبر، ينوي الإحرام فيدرك الركعة. لكن عندنا إشكال، وخلوكم معي، نبغى لما يقال الله الإمام يقول سمع الله الحمد، فهو رفع أخونا في الله ربنا وصار عنده الشك، فاتت ما فاتت، فاتت فاتت. فإذا شك، ها يا عبد الله، شك المصلي في الركعة في الركوع، الآن ها عيد ثانية الإمام راكع ومع العجلة ومستعجل، لأن كلامنا كان عن التأخر، ثم الله سمع الله، يعني هو سمع الله، الله صار عنده الشك، رفعه من الركوع المأموم وصار عنده الشك، ما الحكم؟ ما الحكم؟ الحكم في هذه الحالة الركعة يعتبرها فاتت. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إذا شك في الركوع يعتبر الركعة فاتت. وسألت فيها الشيخ العلامة عضو هيئة كبار الشيخ عبد الكريم الخضير، قلت: إذا شك في الركوع أدرك ولا ما أدرك؟ الله سمع الله، قال: إذا شك يعتبرها فاتت ويسجد سجود السهو. وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين، إذا شك في الركوع هل أدرك؟ يقول يعتبرها فاتت ويسجد سجود السهو في هذه الحالة، لأن صار عنده الشك. سألت الشيخ صالح الفوزان، قلت: ما الضابط في إدراك الركوع؟ أعرف أني أدركت الركوع ما يصير عندي شك. قال: إذا وصلت يديك ركبتيك ففي هذه الحالة قبل يرفع الإمام. أنا ودي واحد يسمع تسميع قوي لما تصل يدي ركبتي، الله أكبر، وين اللي بيسمع؟ أبي واحد يقول سمع الله نعم، بس بعد ما تصل يدي ركبتي الله أكبر، سمع الله لمن حمده، أيوة. ثاني يلا، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وصلت يديك ركوع ركبتيك، أدركت الركوع. أما إذا شكيت الله سمع الله، خلاص تعتبرها فاتت وتسجد سجود السهو في هذه الحالة. إذا نعيد: إذا جاء المصلي والإمام راكع فيكبر تكبيرتين، الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم الله أكبر تكبيرة الركوع. الوقت ضيق، تكبيرة واحدة بنية الإحرام وتدخل فيها نية الركوع، فتقول الله أكبر. ثلاثة، عند الشك الله سمع الله لمن حمد، خلاص شك يعتبرها فاتت ويسجد سجود السهو، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لكم يا شباب جدة.